النهاردة الخميس 23 يوليو، تاريخ رنان في أذان كل المصريين، ومن حسن حظي أني أصاحب حضراتكم النهاردة في الاحتفال بالذكرى 68 لثورة 23 يوليو. تلك الثورة الحاضرة دائماً وبقوة في الذاكرة المصرية العربية وأيضاً العالمية، الثورة الحاضرة دائماً على طاولة الأحداث الكبيرة المؤثرة والمغيرة. ثورة 23 يوليو 1952 ما غيرتش بس شكل الحياة السياسية الاجتماعية والاقتصادية لمصر، لكنها امتدت لأبعد من ذلك وبقت بمثابة شعلة وشرارة الحرية والتغيير في الدول العربية والأفريقية. ثورة 23 يوليو كانت السبب في أن المصريين يتولوا حكم بلادهم بنفسهم لأول مرة من 2500 سنة، بعد سلسلة من الاستعمار وغزو فارسي، روماني، يوناني، الروم، الأتراك، فرنسي، وأخيراً كان الاستعمار الإنجليزي. ثورة كان ليها مذاق فريد جداً، وتجمعت فيها عناصر بخلفيات لا تنفرد باتجاه معين ولا تنتمي لحزب سياسي بعينه، لكنها اتفقت على تحرير مصر من الاستعمار وتحقيق العدالة الاجتماعية وإنشاء جيش وطني قوي. ثورة 23 يوليو بقيادة زعيمها الراحل جمال عبد الناصر وثقت شهادة ميلاد جديدة لمصر، شهادة ميلاد دولة مستقلة ذات سيادة، ميلاد دولة زراعية صناعية كبيرة، وثقت شهادة ميلاد دولة تقود الأمة العربية. صحيح إنها كانت مرحلة مش سهلة، لكن يكفي إنها كانت النواة والأساس لقيام جمهورية مصر العربية. والنهاردة حلقة صباح الخير يا مصر كانت لازم تكون خاصة بقدر خصوصية هذه الثورة. تحيا جمهورية مصر العربية. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.